بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هتكلم عن تركه في برنامج الروبوت، وهي ازاي اقدر اعمل انفلوب كومباينيشن. الحقيقه الاوبشن ده موجود في روبوت بس الطريقه غير مباشره، وهو ان انا اعمل جروب لمجموعه من الكومباينيشنز بحيث ان انا اقدر اظهر النتائج ليهم كلهم مع بعض، وبالتالي اقدر اظهر الماكسيمم منهم. لو رحت للبار الخاص بإظهار الكومباينيشن، الحقيقة في تحت لو أنا اخترت هنا الكومباينيشنز دي، فهو بيجيب لي لو أنا أظهرت النتائج results maps أو results diagrams و reactions، هيجيب لي النتائج لكل الكومباينيشنز. خلينا نروح كده لبلان ونظهر المومنتس على الكاميرات دي نتيجة الكومباينيشنز. الحقيقة هنلاقي قيم هلامية، قيم كبيرة جدا طبعا، لان في كيس يعني خلينا نورمالايز شوية. هنلاقي نتيجة البارامترز، وان انا اغير الدياجرامز بتاعت البرنامج نفسه واجيب القيم، هلاقي قيم هلامية شوية. ليه؟ لان انا اصلا كنت معرف قبل كده كومباينيشن اسمها 9 ultimate، ساعدتني شوية في الكونسبشوال ديزاين ان انا اعرف الاحجام الحقيقيه للاعمده وللكاميرات. جبت الرياكشن نتيجه 9 ادوار، وبعد كده عفوا الاعمده والحوائط، وبعد كده ان انا اقدر اجيب الرياكشن ل9 ادوار، وعملت ريبليكيت بعد كده، وبالتالي كان عندي قطاعات اقرب للواقع بشكل كبير. فانا لو اخترت 9 ultimate ده حقيقه، او اخترت كومبانيشن هيدمج لي جواها ال9 ultimate، وده مش صح. فالصح ان احنا نعمل ايه؟ خلينا نروح هنا نلغي بس المومنتس دي، ونروح للسلكشن واقول له هنا هات لي الكيس، سلكت الكيسز اللي هي الاحمال، واختار الكومباينيشنز اللي موجوده اللي انا عايز اختارها وادمجها جوه كيس الانفلوب، واقول له اختارهم ليا، واروح للتاب اللي جنبيها على طول اسمها جروب، واقول له هنا سمي لي دي انفلوب، اكسبت. كده بقى عندي انفلوب او مجموعه من الكومباينيشن اقدر اختارهم واظهر النتائج ليهم مع بعض. كبر السكيل شوية، نورمالايز مرة تانية. الحقيقة التركة دي وأكتر موجودة، التركة دي موجودة وأكتر في كورس الروبوت اللي بيتضمن جزئين، جزء اساسي وجزء ادفانسد في برنامج الروبوت. والحقيقه بنستفيد في الجزء المتقدم جوه البرنامج بحيث ان احنا نقدر نتعامل جواه بشكل اكبر، وكل فتره بنضيف عليه فيديوهات كل ما بيجد جديد، او بناء على طلب الساده زملاء المهندسين. لما بيكون في حاجه اضافيه طالبين ان احنا نضيفها جوه البرنامج بنسجلها وبنرفعها مره تانيه بحيث ان هي تكون متاحه للجميع. برضو بنتكلم على الرافت ونمذجه الرافت على البايلز والرافت على صويا والبايل كابس كذا طريقه. دي المحتويات بتاعت الكورس كامله. ده كده البوست او الموضوع اللي فيه التفاصيل بتاعت المشروع بشكل تفصيلي.